تعلمون. سورة الروم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ظاهرة تقلب الليل والنهار. وجد العلماء في بداية العام 2007 أثناء مراقبتهم لدماغ الإنسان وهو نائم، فقد كان الاعتقاد في السابق أن الإنسان عندما ينام يتوقف الدماغ عن العمل، ولكن تبين فيما بعد، وذلك باستخدام أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي المسح الوظيفي للدماغ، أن الدماغ لا يتوقف عن العمل. من الحقائق الكثيرة التي تحدث عنها القرآن حقيقة الليل والنهار، فالليل آية من آيات الله، جعل الله تبارك وتعالى فيها النوم آية أيضا، وهذا ما تؤكده الآية الكريمة لقوم يسمعون.